تتدفق المياه من العيون الموجودة في أعالي الجبال وتنساب بانحدارها الجبلي في قنوات مشكلة أحواضا وشلالات صغيرة تسر العين لمنظرها، حيث يتم شق القنوات المائية وسط المنحدرات لتنحدر المياه في قناة متعرجة، ومن ثم يتم تجميعه في حوض مائي كبير ليستغل بعدها في ري المزروعات التي تتوزع على المدرجات والتقسيمات الزراعية.